الاول 0 بين الفريقين. الدعيع بيلعب لكره طويله وعاليه واللعبات ماجد عبد الله وبيحاول مروان عبد الله كره معه بلنتي حكى المباراه بيصفر ضربه جزاء. الدفاع العراقي الحقيقه يعمل لماجد عبد الله وحكى المباراه في الدقيقه 20 بيعطي ضربه جزاء للفريق السعودي بعد ما تقدم ماجد عبد الله بين المدافع. شوف الاعاده ضربه جزاء. ماجد عبد الله راح ينفذ ضربه الجزاء. رعد حمودي ماجد عبد الله ماجد عبد الله جول 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 من ضربة جزاء. ماجد عبد الله بيسجل الهدف في الدقيقة 20.